قصة فهد قصة شوي، فهد الهذلول أبو الفيصل، قصة مهمة تستحق أن تروى. قبل لا توصل لي، دعني أترجم لك. أنت حدثني عن حياتك، يعني يبدو أنك أنت كانت صعبة الحياة، يعني قل لي كيف وصلت ذا الحالة بالتفاصيل المملة، يعني بس ممتعة لنا، تضيف لنا. أول شيء شكرا لك على المقدمة. إذا برجع يعني بتكلم يعني عن القصة قليلا، خلنا أقول إنه يعني أنا في تقريبا عشت إلى أولى متوسط، تقريبا مرحلة أولى متوسط كنت يعني حياة المواطن العادي المتوسط الدخل، يعني إلى عمري 12-13 سنة. بعدين صار عندنا ظرف واضطرينا إنه إحنا نرجع صار عندنا ظرف اقتصادي، فاضطرينا نرجع لحي بيت جدتي الله يرحمها، لأنه ورثة نسكن فيه وكذا. فكان حي يعني من الأحياء اللي المعروفة بذوي الدخل المحدود، وكنا فعلا من أصحاب الدخل المحدود. ففي ذاك الوقت طبعا أنا أكبر أخواني، وأخوي تركي أصغر أخواني، إحنا اثنين في البيت، فحنا اثنين يعني، وثالثنا الوالدة. فكان يعني بدينا يعني يلا مين يشيل الشيلة. ففي ذاك الوقت بديت أنا أذكر رحت لمحلات كمبيوتر، في تعرف مجمع الصالحية، فرحت أعرض خدماتي. قال إيش تعرف؟ قلت أعرف فك الكمبيوتر، أصلح، أعرف كذا. قال لي شوف، إحنا ما نعرفك، لكن أبغى أساعدك. رجل فاضل صراحة، فقال لي طيب خليك تشتغل مع العامل، ساعده، شوف وش يسوي، وش تعرف أنت، وش تقدر أنت تسوي، وتتطور. على قولتهم يعني مختصر القصة، بعد سنتين اشتريت المحل. طب نعم. الدخول لعالم الترجمة متى كان بالضبط؟ في موقف، في شيء خلاك تدخل؟ طبعا انا لاني متخصص ترجمه، انا دارس ترجمه، فدخلت من خلال دراستي في كليه لغات الترجمه الملك سعود السنه الثانيه لي في عام 2012 تقريبا. دخلت مجال الترجمه، وفيها موقف وراها ودائما انا اذكره لعل احد يستفيد منه. كنت في مكتبه، في احدى المكتبات موجوده في الشارع، فوجدت واحد من زملائي زي كذا حايس شوي، عرفت اللي اكبر مني بدفعه، فأعرفه ونعرف بعض، احنا زملاء ما احنا اصدقاء. فوجهت قلت سلامات وكذا، قال يا اخي بسحب صرافه خربانه وبرجع احاسب اغراض من محل الفلاني، وما قدرت اني انا يعني ما في صراف، ابد، هذه 50 ريال وهذه بطاقه البنك، صورها وحول لي من حسابك. قلت تمام، كانك سحبتها من البنك. ثلاث ايام دق علي قال احنا محتاجين مترجم، لانه هو مترجم، هو خريج من نفس كليتنا، فكان يعمل مترجم، فقال احنا محتاجين بكره مترجم في مصنع جبنه ومحتاجينك تجي، تقدر؟ أقدر. قال لي، قلت له طب كم يعني فلوس؟ أنا أسمع بهالغ عالية. قال 300 ريال، مو هذه الأسماء، بس أوكي موافق. باختصار الفكرة اللي بوصل فيها هنا، أنا مخي يقول لي أنه أنا قدمت خدمة للناس، للشخص هذا، فصرت موجود في باله، فلما احتاج اختارني أنا، رغم أنه في زملاء وفي ناس أكيد أقدر مني في ذاك الوقت أنه ممكن نمسك العمل. فهنا كان دخلي للمجال، لأنه بعد ما ترجمت معاهم في مصنع الجبنة، الشخص الأجنبي اللي كان معي عجبته ترجمتي وإلى آخره، زميلنا تعين في جامعة وطلع من عندهم، فقالوا يلا مين البديل؟ يلا فهد. وكملت معاهم وأنا طالب، فكنت أشتغل معهم. أكلت جبنتهم كلها؟ لا، إحنا كنا المشكلة نزور مصانع ونقول لهم وش المشاكل اللي فيها، فما أعتقد المشاكل اللي طلعوها. طيب راح نفصل معك.